بنات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. كثير من نساء ورجال سوريا دفعوا حياتهم ثمن للحرية، حرية الرأي والكلمة والتعبير. وبنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم ونتذكرها بهالحلقة هي واحدة من كتار كانت حياتهم ثمن لكلمتهم الحرة. رقية حسان أو نيسان إبراهيم من مواليد وسكان مدينة الرقة، عمرها 30 سنة وهي خريجة قسم الفلسفة من جامعة حلب. كانت رقية من أوائل اللي شاركوا بالمظاهرات بمدينة الرقة، ورفضت تغادر المدينة وقت صحت لها أكثر من فرصة للمغادرة لأنها كانت مؤمنة إنه إلها دور بهالمكان. وقت سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الرقة، صارت رقية تكتب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم مستعار هو نيسان إبراهيم، وتوصف بمنشوراتها الحياة اليومية لسكان الرقة بظل حكم تنظيم داعش، بالإضافة لوصف الغارات اليومية للتحالف الدولي ضد التنظيم واللي كانت بكتير من الأحيان تصيب المدنيين. هذا النشاط من رقية اعتبرته داعش خيانة وتجسس، وتمت ملاحقته واعتقاله على هذا الأساس بتهمة التواصل مع الصحوات. هالحكي بشهر آب سنة 2015، وبمطلع سنة 2016 وصل خبر إعدامه من قبل التنظيم، وتم تأكيد الخبر من حملة الرقة تذبح بصمت يلي بتشتغل على فضح انتهاكات تنظيم داعش بالمناطق المسيطرة عليها. وبحسب عدة مصادر عملية الإعدام تمت بشهر أيلول سنة 2015، وهيك كانت رقية حسان أول صحفية مواطنة سورية بيعدمها تنظيم داعش بمناطق سيطرته. وجريمتها إنها حاولت توصل صوت ومعاناة ووجع أهالي مدينتها من خلال منشورات الفيسبوك. من المنشورات اللي كانت ناشرتها على صفحتها الشخصية واللي باسم نيسان إبراهيم، وقت قطع التنظيم النت عن المدينة، اقطعوا النت، أصلاً الحمام الزاجل من شو بيشكي؟ ومنشور تاني بتقول فيه: ومشان تكمل عزلتنا أحجم معظم الناشطين عن نقل أخبار الرقة بسبب التهديدات والاعتداءات المتكررة. هاي البوستات اللي خوفت تنظيم داعش واللي اتهمت بسببها رقية بالخيانة والتجسس ووصلت لإعدامها، لتكون بنت الشمس اللي كلنا بنفتخر فيها واللي ضحت بحياتها كرمال حريتها بالرأي والتعبير. بنات الشمس معي أنا أماني.